السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله اكلمكم على بلسم وشامبو لوريال الفيف، ده اللي هو بالزهور السمينة. اول حاجة نتكلم على الشامبو، انا جبت من نفس المجموعة دي، كنت جبت بديل الزيت، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف اللي عايز يشوفه. البديل الزيت بتاع لوريال الفيف الدهب ممتاز وبيطري الشعر حلو جدا، برضو حبيته فقلت بقى اجرب كمان الشامبو والبلسم. اول حاجة الشامبو ده، بصوا كميته كبيرة جدا، ده 400 ملي، كميته كبيرة جدا، سعره 60 جنيه. اجمل حاجة لفتت نظري في الشامبو ده ان هو ما بينشفش الشعر زي معظم الشامبو لما بيعمل في الشعر بينشف الشعر، بتحس ان شعرك ناشف كده بعده، لا ده ما بيعملش كده، ده حلو قوي على الشعر، ما بينشفوش وما بيخلوش يتشابك، فانا حبيته جدا. هو مكتوب عليه شامبو مغذي زيوت زهور سمينة، مكتوب عليه كمان ان هو للشعر العادي والجاف، ومن ورا مكتوب للشعر الجاف ومكتوب عليه تستخدميه ازاي، بتحطيه على شعر يعني مبلول، بعد بتغسلي شعرك كده بالمية يكون شعرك مبلول، بتاخدي شوية من الشامبو ده. والشامبو ده فيه ميزة ان انت شوية صغيرين منه كافيين جدا ان هم يغسلوا شعرك حتى لو شعرك طويل، لان رغوته حلوة وبيكفي جدا. فحتى لما تيجي تستخدمي الشامبو بتاع لوريال الفيف الذهبي ده، خلي بالك ما تاخديش كميه كبيره وانت جايه تغسلي شعرك، هو شويه صغيرين منه بيكفي جدا، بتحطيه على شعرك وتدلكي فروه راسك كويس، بينظف فروه الراس حلو جدا وبينظف الشعر حلو جدا. بعد كده تشطفيه على طول، ما تسيبيش الشامبو على شعرك فتره يعني ولا حاجه، اشطفيه اول ما ترغي شعرك كده اشطفيه على طول. حلو جدا عجبني، وزي ما قلت لكم كميته 400 ملي، يعني تجيبيه وتنسي بقى فتره طويله طبعا، لان هو كبير جدا وفي نفس الوقت انت بتاخدي منه شويه صغيرين، لان زي ما قلت لك هو كثيف جدا ورغوته كتيره وحلو قوي. نيجي بقى على ريحته، ريحته في منتهى الجمال، لان ريحته كمان ثابته، بعد ما بتغسلي شعرك بتلاقي ايدك تفضل ريحتها شامبو، وتلاقي جلدك كله ريحته الشامبو ده بتاع لوريال الفيف اللي هو زيوت زهور سمينه ده، ريحته ثابته جدا وحلوه جدا، وبتفضل ثابته في شعرك وبتفضل ثابته كمان في جلدك شويه، لغايه ما يعني فتره كده ساعتين ثلاثه تفضل ريحتك جميله جدا. فالشامبو ده من الشامبوهات الجميله اللي انا حبيتها قوي بتاع لوريال الفيف، من اجمل انواع الشامبوهات بالذات للشعر الجاف، هتحبيه جدا. معرفش للشعر الدهني، هم مش مكتوب عليه ان هو للشعر الدهني، بس اعتقد انه عادي يعني ان انت تستخدميه حتى لو شعرك دهني، مش عارفة ليه مش كاتبين عليه ان هو بس مكتوب عليه بس ان هو للشعر الجاف والعادي، بس انا اعتقد لو شعرك دهني حتى برضو هتحبيه، هو حلو جدا وبينظف فروة الراس حلو جدا، فده ارشحهولك تجربيه لو انت ما جربتيهوش. جميل جربيه، سعره 60 جنيه، كميته 400 مللي، موجود طبعا في كل السوبر ماركت وفي كل الصيدليات متوفر اهو. لوريال الفيف زيوت زهور سمينة. نيجي بقى للبلسم بتاع لوريال الفيف، برضو نفس المجموعة، بديل الزيت برضو نفس المجموعة اللي هو فيه الدايرة الاورنج اللي هنا كده دي، جميل جدا المجموعة دي حلوة قوي. البلسم كمان جميل، مكتوب عليه برضو زي الشامبو ان هو مكتوب بلسم مغذي برضو للشعر العادي والجاف، ومكتوب زيوت زهور سمينة. هو كميته ده 400 ملي، برضو نفس الكمية 400 ملي، ونفس السعر برضو 60 جنيه، ومكتوب عليه بقى من ورا طريقة الاستخدام، هو نفس مكتوب عليه نفس البيانات بتاعت الشامبو ان هو للشعر الجاف، بيرطب وبيغذي الشعر، ومكتوب عليه طريقة الاستخدام ان انت بتستخدميه بتفرديه على طول شعرك، وبتركزي على الاطراف طبعا، وبتفرديه بقى على طول شعرك وتسيبيه لمدة دقيقة، دقيقة بس مش اكتر من كده، زي ما هم قايلين لك اتبعي التعليمات بالظبط، علشان في بنات ساعات بيطولوا شوية المدة بتاعت البلسم وده غلط، ممكن يوقع شعرك او يأذي شعرك، فهم كاتبين دقيقة يبقى احنا نسيبه دقيقة بس على الشعر. وبعد كده تشطفيه على طول، لما بتشطفيه بقى من البلسم بتلاقي شعرك زي الحرير فعلا، يعني البلسم ده حلو قوي، والبلسم ده كمان قوامه حلو، بصوا جميل جدا وريحته تحفة، وريحته ثابتة برضو، ريحته ثابتة جدا،
في الشعر برضو هيفضل معطر شعرك وقوامه كمان جميل تقيل كده برضو كثيف، تاخدي منه شوية صغيرين وتفرديهم على شعرك بيكون كافي، وتفرديهم على طول شعرك حلو جدا. انا حبيت جدا البلسم ده، من اجمل انواع البلسم اللي انا جربتها الحقيقة، بتاع لوريال الفيف ده. المجموعة دي تحفة، هي وبديل الزيت كمان بتاع لوريال الفيف اللي هو الزيوت، زي اللي هو زيوت سمينة، حلوة جدا المجموعة دي، بتنعم الشعر وترطبه. بس مش معنى بقى ان هو حلو تفضلي ماشي عليه فترة، لا لازم توقفيه. يعني انت مثلا جبتي ازازة البلسم دي 200 مل 400 مللي، هيقعد معاكي مثلا شهرين، بعد الشهرين ما ترجعيش تكرريه تاني، ما انصحكيش بقى بكده، لا هو مهما كان حلو وقفي بقى وغيري، هاتي نوع تاني مثلا، وبعد كده لو عايزه ترجعي تاني للنوع ده ارجعي له تاني، لكن ما تفضليش بقى ماشيه عليه مثلا شهرين وتجددي شهرين تانيين، لا، عشان شعرك بياخد على المنتج مهما كان حلو، وما يديكيش بقى المفعول اللي انت تحبيه اللي هو بيبقى بتاع نعومه الشعر والشكل الحلو بتاع المنتج الجديد اللي احنا لسه مستخدمينه بقى لشعرنا. كمان ده بص، انا كنت كلمتكم على اللوريال الفيف برضو، بس البنفسجي ده اللي هو بالهيلورونيك، ده بحمض الهيلورونيك، انا كلمتكم عنه، تحفه برضو البلسم ده، حلو جدا. هسيب لكم برضو اللينك في الديسكريبشن بوكس، صندوق الوصف اللي تحت الفيديو، عشان اللي عايز يشوفه. برضو من انواع البلسم، انا ببقى محتاره بصراحه لما باجي استخدم البلسم والاقي بلسم حلو قوي كده وبلسم حلو قوي برضو، فببقى محتاره مش عارفه استخدم ايه، فبعمل بقى الموضوع اللي بقول لكم عليه ده، بمشي مثلا على بلسم عجبني مثلا همشي عليه لغايه ما يخلص. ده طبعا عبوته صغيره، مش هيقعد معايا شهرين، يعني مش لدرجه شهرين لان ده صغير، ده كميته 200 مللي، فممكن يقعد معايا شهر. بعد ما يخلص الشهر هروح واخده مستخدمه الفيف ده، يخلص هيخلص بعد شهر استخدم نوع تاني، وهكذا عشان الشعر ما ياخدش على المنتج. الشعر والبشره لما بياخدوا على المنتج تبصي تلاقي خلاص مش عامل معاكي المفعول اللي انت كنت حباه، فخلي بالك من الموضوع ده، تغيري المنتجات باستمرار مهما كنت بتحبيها، لا غيريها وبعدين ارجعي لها تاني لو انت عايزه. فالانواع البلسم بتاعت لوريال الفيف بصراحه كلها اجمل من بعض، مش عارفه اقول لكم انهي احلى، يعني مش عارفه اقول البنفسجي الهيلورونيك اسيد ده احلى ولا اللي بزيوت سمينه ده احلى، مش عارفه انهي احلى فيهم، الاثنين تحفه والاثنين حلوين جدا. فدي انواع البلسم اللي انا حبيتها جدا بتاعت لوريال الفيف، المجموعه دي انصحك تجربيها، اللي هي زيوت سمينه، الشامبو والبلسم، وبديل الزيت لو انت ما جربتيهوش برضو بتاعهم جربيه، لانه حلو جدا برضو، بيطري الشعر وبينعمه وبيرطبه وبيقلل الهيشان، حلو قوي. دي بقى كانت تجربتي مع لوريال الفيف، البلسم والشامبو بالزيوت السمينة للشعر الجاف والعادي، جميل كمان لو شعرك بتصبغيه كتير هتحبي اول البلسم ده، والشامبو كمان لو شعرك بتصبغ كتير وحاسه انه مجهد هتلاقي البلسم ده حسنه كتير جدا يعني. بس هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب ان شاء الله اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والفولو على الانستجرام، ومرسي ليكم، باي باي.